احنا هنا داخلين شقة 191 متر، شقة عميل متباعة ربنا يبارك له فيها. ده المطبخ، ثلاجة، مطبخ مساحته حلوة قوي. وهنا كده الريسبشن. طبعا ال 191 متر كلها بتبص داخل الكومباوند. هنا المفروض جيست تويلت، بس هو هنا عاملها زي لاندري روم. غسالة تانية برضو لاندري. ده الفيو بتاعها، اي 191 متر الفيو بتاعها داخل الكومباوند. تروس بره هنا بلكونه. نخش هنا بنلاقي حمام، شاور بوكس، ذوقه حلو قوي في اختيار الالوان والحمامات. هو مختار كل حاجه في الشقه من احسن الشغل عندنا ما شاء الله. هنا اوضه برضو، هنا اوضه برضو بتبص داخل الكومباوند. وهنا زي دريسنج صغير. وهنا الاوضه الثانيه مساحتها كويسه جدا برضو بتبص داخل الكومباوند. ودي الأوضة التالتة، الأوضة الماستر برضو تكييف في كل أوضة. أوضة بالدريسنج، الدريسنج والحمام، حمام كبير برضو مساحته حلوة جدا.